تقدمت فرق المعارضة بمجلس المستشارين بحوالي 190 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2013 مقابل 35 تعديلا لفرق الأغلبية تقدمت بها بشكل مشترك. وهمت هذه التعديلات مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها الجوانب المتعلقة بالسياسة الجبائية والاستثمار وتعزيز رقابة البرلمان على المالية العامة. اليوم احنا في اجتماع للبت في التعديلات اللي قدموا الفروق النيابية، وهذه التعديلات اللي تقريبا في 240 تعديل. فروق الأغلبية ضمت لبعضها ودارت تعديلات كأغلبية. فروق المعارضة دارت كل فريق المعارضة دار التعديلات ديالو لوحده. إذا احنا في النقاش ظنيت بأن الجو اللي كيدور فيه النقاش جو ديمقراطي، هناك تكافؤ ما بين المعارضة والأغلبية، ولكن على ظنيت بأن بعد التعديلات قبلها الحكومة، بعد التعديلات سحبوها أصحابها، كانوا من المعارضة أو من الأغلبية سحبوها، لأن بعد إقناع السيد الوزير لهذه الفروق أن التعديلات ليست في صالح المشروع. فظنيت بأن بصفة عامة الجو ممتاز. ظنيت بأن إن شاء الله مشيئة الله اليوم نكملوا هذا البت في التعديلات باش نمروا الأشياء أخرى إن شاء الله. ويرتقب أن تصادق لجنة المالية في وقت لاحق من اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2013 قبل أن يحال على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه في أقرب وقت ممكن. وإذا ما أدخلت على المشروع أي تعديلات سيتم إرجاعه إلى مجلس النواب للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية وفق المساطر القانونية الجارية.